أفكار سلبية تزعجك. ريم أرحمت تفرض قوانين جديدة في الحجر المنزلي. وجبة واحدة باليوم. أنت ملتزمة بالحجر المنزلي وكيف عم تقضي وقتك بالحجر المنزلي؟ أول شيء سويته طلعت من بيتي، أخذت مكان بعيد بعيد عن الصخب، عن العالم، عن الزحمة. وهالخطوة قامت فيها ريم أرحمة لتحمي كل المحيطين فيها، كونها كانت تروح على لوكيشن التصوير وتختلط بكثير من الناس. رمشك يغطيني. بس هذا ما بيمنع أنها تشارك بالأعمال الإنسانية للمساعدة بهالأزمة. تطوعت أكثر في أكثر من جهة، والحمد لله يعني سويت الواجب اللي علي، بنفس الوقت ارتحت نفسيا، وإذا في شيء ثاني أكيد راح أقدم عليه. واللي بيتابع ريم على السوشيال ميديا بيعرف انه ملتزمه بالحجر المنزلي مع ليلى عبد الله وعم تهتم باكلها. في البارد في البحار، شوفوا هذا البحار. انا في الحجر مع عائلتي، اقدر اقول عائلتي، انا بالحجر مو في وطني، في ديرتي ثانيه الكويت، ولكن اللي عايشين معي يعتبرون اهلي، فهذول عائلتي فرضت عليهم حجري. ابقى وعدي وقوانيني ان ما ياكلون ولا يشربون الا على كيفي. وهالقوانين هي دايت إجباري، ونقلتها لمتابعينها، فهي دايماً بتصور الطبخ على السوشيال ميديا. أنا واحدة ما قاوم الأكل، أحب أطبخ وايد، الناس تعرف، بديت أطبخ أكل هيلثي وأكل الناس اللي معي. طبعاً تطورت حالتي إلى أن أكل وجبة واحدة باليوم. راح أسوي كودو دياي الحين، راح أصور لكم كل شيء. والموضوع ما توقف على الأكل الصحي، كمان صارت يومياتها كلها هيلثي وبوزيتيف. تعبت عن السوشيال ميديا بشكل بسيط علشان كثير كانت في إشاعات وأشياء سوداوية، يعني كثير كان في أفكار سلبية تزعجك، حتى لو أنت ما تتأثر عقلك الباطن راح يتأثر مليار بالمليار. لهيك ريم بتستغل الوقت وبتعمل يوغا لتطلع كل النيجاتيف انرجي والستريس اللي عم بيعيشه العالم اليوم.